السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم طلاب. إن شاء الله اليوم راح نكمل حل. بعدنا بيونت 1 صفحة رقم 6. بسم الله. السي complete these sentences، أكمل هذه الجمل with your own ideas، مع أفكار من عندك. put the verbs، ضع الأفعال in the past simple، في الماضي البسيط. هاي مطيني شنو؟ جمل بالماضي المستمر. لازم أنا أنطي جمل بالماضي البسيط. أوكي. I was running and my father arrived at home. طلاب هذا الجواب كيفكم؟ اوكي. نمبر 2، بس المهم يكون ماضي بسيط. The car crashed me. نمبر 3، my friends arrived. نمبر 4، he broke his ankle. نمبر 5، the exam ونكمل الفراغ arrived. نمبر 6، my brother came. واضح هذا التمرين؟ ما في شيء. نكمل listen 3. لسن 3 هنا عندنا قصة زي الطارق. اوكي. read the article، اقرأ المقالة on page، في الصفحة رقم 8 of your student book، في كتاب الطالب. then circle the correct answer، ومن ثم اشر على الجواب الصحيح. number 1، زي الطارق was، زي الطارق كان شنو؟ on holiday، في اجازة، في عطلة. واضح. number 2، when he was attacked by the shark he was lying on a plastic mattress. عندما عضه القرش او هوجم من قبل القرش، هو ايش فيه؟ كان مستلقي على سرير بلاستيكي في البحر. نمبر 3، طارق was bitten by the shark. طارق عضه القرش. نمبر 4، 6 dolphins، 6 دلافين protected طارق، حموا طارق او انقذوا طارق. نمبر 5، طارق was rescued. طارق انقذ عن طريق by sea، عن طريق البحر. number 6، when he got back to the dry land he was taken to get medical attention. عندما وصل الى اليابسة هو تلقى اسعافات طبية او عناية طبية. البي، write questions، اكتب اسئلة about the article، عن المقالة. for the following answer، للاجوبة، مطيني جواب لازم شطي اعطي سؤال. اوكي. الاي، ان شرم الشيخ هذا شنو الجواب؟ السؤال، what was طارق doing when he saw the shark؟ الجواب، he was swimming. هو كاتب لي بس السؤال، واضح. اكمل، what did the shark do؟ ماذا فعل القرش؟ هذا الجواب مكتوب. why did he scream؟ لماذا طارق يصرخ؟ اللي هي يعني طارق. الجواب مكتوب. السؤال، who protected طارق؟ من الذي أنقذ طارق؟ مكتوب الجواب. who heard his scream؟ من الذي سمع صراخ طارق؟ السؤال اللي بعده، what was waiting on the shore؟ من الذي كان ينتظر طارق على الشاطئ؟ طلاب ايش السؤال بالوزارة بيجيك، بيجيكم سؤال وجواب. اوكي، يعني من الذي أنقذ طارق؟ هذا الجواب. اوكي، هيك يجيكم الوزارة. نكمل السي ما بيشي، الدي ما بيشي. هنا عندنا صفات تنتهي يا اما اي ان جي يا اما اي دي. اوكي، هذا مشروع تقوله بالقناة لكم شلون تحلون. نمبر 1، شي از نوت فيري، نختار انترستينج لو انترستد. بما شفتوا ان، من يشوفون ان ورا الاختيارات انترستد، واضح. نمبر 2، اي ساو ا فيري اكسايتد لو اكسايتنج فيلم. هنا أنا عندي اسم ويا الاسم شغل لي اي ان جي، واضح، وغير عاقل. إذن exciting. number 3، this book is very bored لو boring. بما عندي book غير عاقل، إذن boring خلاص. number 4، we were very frightened لو frightened when. هنا أنا أكو اسم، لا، إذن ما يصير نختار ing. الوي عاقل لو غير عاقل؟ عاقل، إذن نختار frightened، واضح، ماكو وراها اسم والفاعل عاقل. number 5، he's a very interested لو interesting person. اكو ان؟ ماكو، اذا ما نختار interested. اكو شخص؟ اي اكو، اكو اسم person، اذا نختار interesting. طلاب موضوع مهم هذا، يجي عليه درجته بالوزاري. اوكي، نكمل حل. هنا عندنا هم موضوع مهم، adjective صفات تنتهي بفل او ظروف تنتهي بفلي. شلون فل؟ شلون فلي؟ يقول لك اكتب اربع كلمات تنتهي بفل. careful حذر، peaceful آمن أو بسلام، wonderful رائع، beautiful جميل. now write sentences، الآن اكتب جمل use the full
كصفة وفولي كأدفير. هو كاتب المثال نمبر وان، هاي جمعة تقدرون تكتبون غير شيء. The song is beautiful. انتهت فول. She sings beautifully. Beautifully. He is a careful. Full. He drives carefully. Fully. It is a wonderful. Full. This picture is a wonderfully. واضح؟ This story is awful. Full. The story ends awfully. واضح طلاب؟ هاي هنا كصفة وهنا كظرف. نكمل listen for. listen for طلاب ما عندنا في شيء يعني يفيدنا بالوزارة. اوكي؟ رأسا راح اقرأ الحل. Age group is smoking highest. Is it legal to sell cigarettes? Do most people? Do smokers die? Non-smokers? How many people 18 start smoking? How much does the British government spend a year on anti-smoking? واضح طلاب ما بي شيء هذا. Phrasal verbs. شوف الجملة الفعلية هذا تقولها مشروح بالقناة وراح أحل إن شاء الله المحاضرة الجاية. ولهنا نتوقف وإن شاء الله نتاقي يكون المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.